خلاص يا اولاد ماشيين. يا دوب يا ماما نونا، ده الطياره فضل عليها ايه، ساعتين ونص. يا اولاد اوصلكم انا، مش معقول تروحوا المطار لوحدكم. الليموزين مستني بره يا كمال بيه، احنا عايزين نروح المطار بطولنا كده كشافه يعني. اول ما توصلوا باريس هتلاقوا انكل علاء مستنيكم. خدوا بالكم من بعض يا اولاد، خد بالك منها يا شادي. حاضر يا ماما نونا. وبعدين انتوا قلقانين كده ليه؟ هو انا هسافر لوحدي؟ ما انا معايا راجل اهو ولا كيس جوافه. بعدين انا رحت باريس اكتر من 40 مره، يعني انا اخده توهه هناك. ايه يا حماده؟ الله، انت كنت مكسر الفرح. مالها جت معاك بالسكات كده؟ بالسكات يلا بقى تقلبيها غم ولا ايه؟ انا برضو اللي هقلبها غم، امال ايه اللي في عينيك ده؟ مع السلامة. أنا مش مصدق نفسي، شكلي كده والله هطلع بحلم في الآخر. ولا بتحلم ولا حاجة. عارف بابا متأثر قوي، أول مرة أشوفه كده. باباك ده أحن إنسان شفته في حياتي. فارق معايا قوي إنه حسام ما جاش الفرحة، كان نفسي يحضر. ولا يهمك، كل ده هيتحل لما نرجع بالسلامه ان شاء الله. وليكي عليا يا ستي اروح ابوس راسه وايديه كمان لو تحبي. ربنا يخليك ليا. صحيح كل سنه وانت طيب، رمضان خلاص لحد الجاي. انت بتصومي؟ اه طبعا. ليه؟ هو انت ما بتصومش ولا ايه؟ لا طبعا بصوم. قولي لي هو الاذان بدا من الساعه كام في فرنسا؟ يا سيدي لما نبقى نروح فرنسا ربنا يحلها. داليا حسين، هيفرق معايا قوي لو ما جتش. مبروك. الله يبارك. انا بجد مش عارف اقول لك ايه يا حسام. ما تقولش، خلي بالك. يلا بقى عشان الناس بيبصوا علينا. اشوف وشك بخير. يلا حبيبي. ايوه يا دودة، ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ اوعى عمك علاء يكون مقصر معاك ومش عايب بالواجب. انا مديله 5000 يورو ادهولي. ولا علاء، اوعى تفتكر ان بنتي عادة علاء عليك. لا دي عادة بفلوسها. ايوه خير يا ابوها. يا ابني انت هتفضل قليل الذوق كده لحد امتى؟ دانيا دي تقعد وتتشرد كمان. لا مش عشانك، عشانها هي، وعشان الواد النصاب ده اللي اسمه شادي. اسكت، ده انا اول ما شفته وقعت من الضحك. ولا حلاء، اوعى مراتك تبوس في وشهم، اصل انا فاهم شغل الخواجات ده. انما انا اللي مجنني، ازاي القمر دي تتجوزك انت؟ ده انت شايب وعايب يالا. شويه الشعر الابيض دول اللي مش عاجبينك بيعملوا عمايل هنا في باريس. يا ابني مراتي مش مخلياني محتاج حاجة، وانت عارف ان انا طول عمري ملتزم ومخلص جدا. لا انت عارف مثلا نقول يا ساتر يا رب. داليا خد البابا عاوزك. الو. اهي يا حماد. لا 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 لا، ده انكل علاء وطنط بيجيت شايلنا من على الارض شيل. ده متجوز حتة دي موزة فرنسوية. يا نهار اسود يا حماد. لا لا لا، ما ينفعش، لازم اجي لك وننام سوا. خلاص يا ابني كفايه، ايه مش عايزين صداع. يلا مع السلامه، سلم على كل اللي عندك. اورفوار. اقعد يا داليا. هو في ايه يا انكل علي؟ بص يا داليا، شادي انا في حاجه كده هقولها لكم وعايزكم تسمعوني كويس قوي. خير يا علاء بيه؟ بالنسبه لطنط برجيت، انا مش جايب لحماده سيره عن سنها الحقيقي، فارجوكم ارجوكم ده يفضل سر بيننا. طب افرض سألنا هنكذب عليه؟ لا بريء قوي يا اخويا. هو انا عرفتك ولا شفت وشك الا وانت بتكذب وتنصب؟ خلاص يا علاء بيه، اعتبر سرك ده كبير ملوش قرار. وبعدين كمال، احنا نقعد كده مفيش شغل مفيش حاجه، نعمل ايه في مصر؟ عايزين اسافر لندن اعمل ايه يا كريستين؟ انا عشت عمري كله هنا. انا خلاص عديت الستين، يعني طلعت على المعاش من زمان. اروح ابدا حياتي في لندن من جديد وانا في السن ده؟ انت مش بتفكر غير في نفسك يا كمال. جولي عاوز يعيش، عاوز يبدا حياته. انا مش عارف بس ايه اصراركم انكم تسيبوا مصر. في
في أهلك في مصر عادة لشان؟ في أهلي يا كريستين، في عيلتي، أختي نوال وحمادة ابن عمي، وفي الأهم في ماما نونة. جوليا كمان عندها حاجات مهمة في لندن، عاوز سافر لشانه. إيه المهم بقى في لندن عشان جوليا؟ الكورس اللي فضلها هما شهرين وحتخلص وترجع وتشتغل هنا في مصر. كمال جوليا مش عاوزة يعيش في مصر. ليه بقى؟ جوليا عندها بوي فريند عاوز يكون جنبه. عندها إيه؟ بوي فريند. دايما أقول أهم حاجة في الدنيا التربية. تعرف مشكلتك إيه يا كمال؟ إنك طيب طول عمرك، طيب لا عمرك عاقبت ولا ضربت، يعني ما ربيتش، زائد إن مراتك خواجية كمان، يعني ما تفهمش في الكلام ده. آدي نتيجة التربية الغربية يا سيدي. ما أنت عندك نموذج حي قدامك يا أخي. تربيتي أنا البنت داليا، داليا خاتم في صباعي. اتجوزي ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. ما تتجوزيش العريس اللي جايبه لك أمك ده يا داليا؟ حاضر يا بابا. في سيطرة، في تمكن. حمادة، أنت عارف إن كريستين مراتي واخدة جنب طول عمرها، عمرها ما حاولت تقرب لينا أو تبقى واحدة مننا، لا عرفت تحب علاء ولا نوال ولا حتى ماما نونة. يمكن الوحيد في العيلة اللي مراتي وبنتي مرتبطين بيه هو أنت، عشان كده أنا لجأت لك دلوقتي. يمكن يسمعوك أنت، هما الاتنين مش سامعين غير صوت نفسهم وبس. المشكلة يا كمال إنك بترقص على السلم. لا حصلت تبقى خواجة وتقبل الأفكار المتحررة بتاعت الغرب دي، ولا حصلت تبقى أب شرقي من اللي بيقول الكلمة ما يتنهاش. أيوة أنت صح يا حمادة، بس هنعمل إيه دلوقت؟ هنعمل؟ قول أنا هعمل إيه؟ حمادة لما يتدخل يا كيمو تبقى خلاص خلصت. بس معلش يمكن أكون عنيف شوية مع جوليا، أنا ليه أسلوبي. اتفضل يا حمادة اتفضل. هاي كريستين، هاي I'd like to stay 5 minutes with Julia. اوكي. يلا خد مراتك وعلى جوه. اوكي. ايه بقى؟ وانا اللي بقول جوليا دي هي الوحيدة في العيلة اللي طلع لي. على اخر الزمن هنيجي نخيب بقى ولا ايه؟ اللي انا سمعته من بابي ده. جايبها لي بوي فريند؟ احنا بتوع بوي فريند يا جوليا؟ حمادة بابي بيكلمني كأني لسه بيبي، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس، وده my own decision. لا يا حبيبتي، ده مش قرارك لوحدك. أنا مش فاهم يعني إيه أنت متمسكة بيه قوي كده ليه؟ بيشتغل إيه ده؟ هو بيدرس معايا في كورس وبيشتغل في محطة بنزين. عامل؟ معقولة يا جوليا؟ حفيدة عز وباشا تتجوز عامل في محطة بنزين؟ ده مش عيب يا حمادة. هو شكله إيه الواد ده؟ نهاري سويت ده زنجي. حمادة أنا كنت عارفة إنك ضد عنصرية، عمر لون ما كان مهم يا حمادة. أنا مش مهم بس ده محلو قوي. I love him. جوليا مش مهم تاخد اللي you love him، المهم تاخد اللي بي love you. He also loves me. Best of luck. مبروك. Thank you. Thank you. بلداتي بلدات. هو ابوك ده بيفهم حاجة؟ سيبوني انا اخلص لك الموضوع. يا كمال يا مهدي مثلا. ايه عملت ايه يا حمادة؟ اه يا كمال شوف يا كمال، البت بتك دي 10 على 10. المشكلة الفجوة الحضارية اللي بينكم. انا درست الموضوع كويس، لقيت انها مش هتلاقي ولد احسن من ده عشان تتجوزه. انت بتقول ايه يا حماده؟ يا ابني انت بتفكر بعقليه القرن العشرين اللي انت كنت عايش فيه، هي بتفكر بعقليه ال21. يا سلام، وانت بقى يا سي حماده؟ انا ال22، انا سابق عصري. ماده يلا يا حبيبي، يلا قوم المدفع هيضرب، قوم يا طعم عشان تفطر. يا انا نمت كل ده يا ماما. طبعا
ما انت راجع البيت انت ونوال النهارده بعد الفجر. هي نوال فين؟ نزلت راحت شغلها من بدري ورجعت على الساعه 3 كده، دخلت تنام ويادوبها صاحيه زيك دلوقتي كده. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. توك ما افتكرت طبعا من لا احبابه. يا حبيبي وانا بحب غيرك انت يا اخو. كل سنه وانت طيبه هي احلى واجمل نونه في الدنيا. ايه ده؟ مخبيه من وراي. ولو انك ما تستاهلش. فانوس. من لسه عنده فانوس السنه اللي فاتت؟ هو في سنه بتعدي من غير ما اجيب لك فانوس يا حماده؟ قولي لي بقى عاملين ايه في طلب النهارده؟ انا ميت من الجوع. النهارده ما فيش دايت. النهارده اول يوم رمضان، اقل محشي. اسكت دي نوال النهارده عامله لك حبه محشي كوسه باللحمه المفرومه، انما هتاكل صوابعك وراها. ايه باللحمه المفرومه دي؟ يعني ما فيش رز؟ يا سلام عليك يا حماده، احنا كنا طايلين. بقولك يا نونا، النهارده هتعملي حركه جدعانه معايا، بعد الفطار تاخدي العيال وتطلعوا على النادي. هناك في خيمه رمضانيه تجنن، تقعدوا سهرانين لغايه السحور، تسحروا وترجعوا على طول. انت ايه عايز تطرقني ولا ايه يا واد؟ ايوه يا ماما عايز اطرقك. بصراحه انا عايز افتح نوال في الموضوع اللي انت عايزانا فاتحه فيه. والنبي صحيح؟ يا سلام، بس انا عارفه ان نوال خارجه النهارده بعد الفطار على طول. مش مهم، انا هعرف ازاي اجيبها بطريقتي. الهي ربنا يجعلها من نصيبك. حق لو ربنا بيحبك تاخد نوال يا حماده. هاخدها ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه. انتي طيبه. دي أول مرة نفطر مع بعض لوحدينا من غير داليا. وحشتني قوي البنت دي. يا ستي كلها كام يوم وتيجي تفطر معاكي هي وجوزها كمان. على العموم الولد ده باين عليه ابن حلال وطيب قوي. وداليا كمان طيبة قوي ومش هتقع غير في واحد زيها. الطيبون لطيبات. على فكرة كلموني النهاردة الصبح من باريس. صايمين الحمد لله. بس المغرب عندهم بيتأخر قوي. والله يا جدو النهاردة كانوا طالبين عندنا رسام في الداخلية، رشحته. رسام؟ هيعمل ايه ده في الداخلية؟ أصلهم بيرسموا المجرمين من الأوصاف والمعلومات اللي بتبقى مكتوبة عنهم في التحريات. انت عارف يا حسام شادي ده هيشرفك، ايديه تتلف في حرير. والله يا جدو اديتهم اسمه، حبيت اعملها له مفاجأة هو وداليا لما يجوا بالسلامة من السفر. على فكرة بيدفع كويس قوي. ايوه نوال، لو سمحت انا عايزك في حاجة مهمة قوي. لا لا ما تستناش، يلا مستنيك، ما تتأخريش والنبي. طيب مع السلامة.